موضوع النفط والقطاع النفطي ليس مجال للمساومة السياسية أو ليس مجال لإدخاله في التجاذبات والمصلحية والسياسية. وهذه الحقيقة رسالة مهمة جدا، لأن احنا إيدنا على قلوبنا، نريد القطاع أن يكون مستقرا، نريد القطاع أن يكون منتجا، ونريد القطاع أن يبدع أكثر في الفترة الجاية حتى تزيد إيراداتنا المالية من إنتاج النفط ومن تسويقه ومن البرامج، وهذا ما راح يتحقق إذا كان قطاع غير مستقر.